ويعود إلى المركز الأول مناصفة مع برشلونة، ثالثا أتلتيكو مدريد، ورابعا إشبيليا، خامسا فياريال، سادسا أتلتيك بلباو وريال سوسيداد وأيبار، الثلاثة الباسك في المراكز الثلاثة، إسبانيول تاسعا وألافيس الباسكي الآخر في المركز العاشر، أوساسونا في الدرجة الثانية. كذلك هو الحال بالنسبة لغرناطة، والأمر الآن يتألق بسبورتينغ خيخون وأيضا ليغانيس الصاعد الجديد. هذه المباراة المتبقية إذن بالنسبة لريال مدريد وكذلك برشلونة في الليغا الإسبانية، الجولة 37. طبعا ريال مدريد سيستضيف إشبيليا وبرشلونة سيطير إلى لاس بالماس، بينما الجولة 21 ستكون يوم 17 من هذا الشهر وسيطير الريال إلى سيلتا فيغو. بعدها مباشرة الجولة الأخيرة وختام الليغا، مالاغا يستقبل الريال والبارسا يستضيف إيبار.